عادل يا هافة، احلويت وقعوات كده ليه مات؟ أنا مش عادل. مال أنت مين يا قمر؟ يا جدي يا جدي، دي مراتي يا جدي. جدته جدته هاف كده قطع هزق. أقول لك إيه يعني؟ أقول لك يا أونكل جده. شايف الواد وقلة أدبه يا نعام؟ شايف الواد وقلة أدبه؟ يا نهار أسوح يا نهار، يا أنت أنا السبب في وجودك يالا. معلش يا جده، من حفر حفرة لأخيه وقع واترزع هو فيها. اسم الله عليك يا دول، أنا فضلك دارك. بتزيط أنت في الزيطة، وبتنسى إن أنا بديك بالجزمة وإحنا لوحدينا. يا اخوانا مش معقول كده حد يجيب كوبايه ميه للراجل طالع السلالالم دي لوحده. سلالالم؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مين العسل دي؟ الله. يا جدي يا جدي، دي حماتي يا جدي. حماتك؟ بس يلا بس اسكت خالص، ما تتكلمش، سيبنا انا قاعد كده اهو في وسط بستان الورد اللي انا خدت بين ورد ده. هاي عليكو. ودي بقى الأمورة الحلوة دي تبقى بنوتي برضو. يا نهار يسوح على صناية البسبوسة اللي احنا وقعنا فيها. وإيه اللي معاكم مع الواد الهوزق ده؟ هو في إيه؟ أنا عملت لك حاجة؟ عملت لك حاجة؟ بقى تبقى عارف إن ستك سيدك اللي هو أبو أمك اللي كان سبب إنك أنت أمك جات وجاي النهارده في القشاش، مش تقف في المحطة تستناني يا جعر. يا جدي قشاش ايه؟ القشاش ده بيطلع وهو وظروفه، اقعد انا بقى مستنيك في الشمس يعني لغاية ما دماغي تتقور؟ ما كنت تقول لي ادوله وانا افتح لك الشمسية يا عم. انا اللي هفتح لك دماغك دلوقتي، اسكت خالص. معلش يا بابي، عادل ده طيب قوي، ما هنش عليه انك تبعد عننا، فأصر انك تيجي تقعد معانا. شفت بقى يا جد انا طيب ازاي؟ طيب ايه وصفت ايه؟ ما لازم اقعد هنا، ما ده بيت انا اللي شاريه بفلوسي. ده شاريه ايام ما كان الجنيه جنيه بقى. وهو الجنيه عمل عمليه بقى ربع جنيه ولا ايه؟ بقول لك ايه يا جد، الكيسه الجميله دي جايب لي فيها هديه جميله؟ البت دي هبله، لا دي عده التشجيع بقى، يعني احنا هنا اهو في الكيسه دي كنا نطلع بقى الاعلام تكون في الماتش رون. طلعين بقى اقول وبعدين بقى ايه بالصفافيه اربعه عشان نلبخ الحكم وبعدين وبعد كده بقى ايه نقوم بالطوب ده بقى ونقوم في دماغ الحكم ده لانكم بتتغلبوا طبعا. المفروض بقى يا كيتو انك تبقى عندك روح رياضيه. ده بيطلعوا روحنا روح رياضيه دي ايه؟ واحنا ده مفيش بقى، احنا حتى ما بنتعادلش حتى. ربنا يسهل بقى جدو تتعادلوا كده من حين لاخر. يعني ايه من حين لاخر يا دولة؟ يعني تغور من وشنا وتغور من هنا، كفايه علينا العضو الجديد في الفريق، ولما نشوف مين اللي هيقعد على دكه الاحتياطي. بقول لك ايه يا عادل، انا جامي 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 هسيب الاوضه بتاعتي لاي حد. ها وانا عادل يا هفا، وانا بقى الاوضه بتاعتي بقى بيبقى فيها ايه بقى؟ بيبقى فيها مثلا مروحه، مروحه في السقف فيها سرير وبتطل بقى على الخضره على الخضره وعلى الميه. وما قلتش ليه والوجه الحسن يا جدو؟ ما هو ده كتير اهو، يعني كله حلو وكله حسن. خضره وميه ووجه حسن، افرش لك في الحمام يا جدي. شوف الواد الهوزو، الواد الهوزو. يا بابي انت هتقعد في اوضتي عشان انام في حضنك. ماما وبالمرة بقى يغطيكي ويحكي لك حدوتة قبل النوم. اه ويمسك رجلاتك ويعمل لك زغزغيشن تيكلينج تيكلينج. اوعى تعمل كده يا بابي اوعى. مفيش يا حبيبتي تيكلينج تيكلينج، ده ناس هبلة. ماما ازاي انا وانتي وجدي او ياسمين يعني ازاي هننام كلنا في اوضة واحدة؟ حصرت الصيف واسعة. وبعدين لا لا لا، وانتوا هتسيبوا واكل ايه يعني؟ لا مفروض الستات بقى يقعدوا هما مرتاحين كده هون، والرجالة هما بقى اللي بيضحوا يعني، ولا البيت ما فيهوش رجالة. أنا ضحيت وبعت لك عنوان البيت. أنا عندي فكرة يا جدو. جدو 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 جدو، إيه رأيك يا جدو تروح تنام في أوضة الدولة؟ بيت اللي خلفوك هو عشان كل شوية تعزم على ناس ما نعرفهاش؟ تتبرى مني يا جعر، ده أنا كنت في قصر، كنت في قصر وعايش معشعش ومخرم طول الوقت، وبعدين يعني أنا عايز أوضة. بص أنا هسرح ومطرح مبروك نزرع شجرة. بس يا هبلة أنا؟ بتتريق على جدك يا بنت؟ لا ده أنت وقعت مع جد، ده أنا أصيع جد طالع في الشرقية الغربية. أنا آسفة أنا آسفة جد، آسفة حقك عليا. يا سلام، القوي فيه الأقوى منه. جدو اشتمني اضربني، بص بص أنا مبور بيك يا جدو، أنا مبور بيك. الواد ده شكله طيب وحيوان على صغير كده يعني إيه على بجدع يا جدع. طبعا،
وراحة الجسم تبدأ من القدمين. خد رمزي يا جدي وهديك فوقيه شراب هدية. بابي، وانت ما جبتليش هدية معاك وانت جاي من السفر؟ هدية؟ هدية جبتلك هدية. هدية. انا كفاية عليا ان اشوفك يا بابي. انا كفاية عليا اشوفك يا بابي. اسمها بابي، وبأمارة ان انت بتدوري على الهدية. طبعا جدي ده اصلا مليونير وهدايا فوق مستوى تصوراتنا. بص بقى المفاجأة بقى اهي. ادي جبتلك بقى خمس حقن. خمس حقن دول انا كنت جبتهم بقى لما كنت بقى في المستشفى اللي هي الوطنية بتاعت ليبيا، وكان معايا بقى ممرضات، كنت انا بقى مع الممرضات نقعد. يلا ميرسي يا بابي. بس لازم انت بقى ايه تغليهم في النار الاول عشان الميكروبات تطلع بينهم، عشان كان في بنت ممرضة عندها وانا كنت يلا. تصوراتنا واحلامنا. ايه حتى عايز حاجه تاني؟ انا يا جدي ما جبتليش هديه معاك انا كمان؟ هديه جبت لك ايه البت الهبله دي؟ اديها حقنة. انا مش عايزه حقنه يا جدي، انا عايزه هديه. بعدين عشان دماغي. يلا يا ساتر. يا ساتر ايه؟ ما البيت كله قاعد قدامك هنا يعني، وبعدين انت رايح على فين؟ انا هخش ومطرح ما هبرك بقى ايه، هو ده المكان اللي انا هنام فيه. يا ساتر. لا حلو ده. اطلع على هنا انا ساكنه. اوكي انزل يا قرد، انزل يا قرد، انزل يا قرد. ها جدي، اوضه ما عجبتكش طبعا. الاوضه دي بقى هتبقى قبلي مثلا ولا ايه؟ وحر جدا 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 لعلمك يا جدو، درجه الحراره في الظل بس 80 درجه فهرنهايتيه، ولعلمك انا جايبه الحكايه دي من الارصاد الجويه. ارصاد جويه؟ يا انا بابا بحب اللي هي الاوض القبل دي، يعني اتحسس كده ان هي حلوه يعني. بس انا عارف يعني يا جدي بتلاقيها قبلي ساعات، وساعات بتبقى بحري، وما بتبقى بحري بيبقى بحر بقى يعني هوا جامد جدا، وما بتبقى قبلي بتبقى قبل بقى يعني بتبقى حر جامد جدا. بس انا عارف برضو البلاط اللي هو ساقع يعني، وبحس انا بتراوى رجليها ما بتسخن بشلت على طول انا بقى رجليها دي، فعشان كده انا حابب دي. وبعدين انا ليا فيها ذكريات. ايه كنت عايش فيها قبل ما تتبني مثلا؟ لا اصلا شبه الاوضه اللي انا كنت عايش فيها في زريبه عبده. يا جدي بس دي مش زريبه، دي قطه انا ومراتي. تبقى ايه؟ تبقى زريبه. حلو. انا ابراهيم انا، انت كويس انا. واحنا بقى ان شاء الله يا جدو كده كاصحاب البيت هنروح ننام فين؟ ننام في زريبه عبده طبعا. لا ما هو بقى نقل بعد ما مات الله يرحمه بقى. خد يا بنت انعام، خد تعالى. نعم يا بابي. خد يا بنت انعام، انا جايب لك مفاجاه حلوه قوي، جايب لك هديه. خد اهو شويه حقن اهو، كملي شويه الحقن اللي عندك عشان يبقى عندك الحجم الكبير وعندك الحجم الصغير، بتشديها كده اهو وبعدين بتحط في مخك اهو. شكرا يا بابي. شكرا على ايه؟ انت هتعمل لهم عقده يا ماما. جدي معلش يا جدي، الاوضه دي مش هتنفع لان دي اوضتنا. طيب اهو. بس يلا الواد ده رخم قوي دوله، ده رخم يا بابا من الاول. انا مش مستوعبه ومش مستضافه. خد يا ده افتح بقك سكر قوالب. يلا انا اتبسطت بيك. هات خد. ربنا يخليك يا بابا سيستو. خلاص يا ده اسكت. خلي بالك يا جد احسن ارفوسك. بابا سيكته بقى. بابا سيكته. بس يا عادل انت، انا هعرف اتعامل معاه لان الناس الكبار دول في السن ده بيبقوا عاملين زي الاطفال. سيبهولي. جد يا جد جودي يا جودة، تعالى ما اقولك ايه. عايزه ايه؟ بصي يا بيضة يا اختي، قمر والمصحف قمر. بصي يا قلبي، احنا عندنا اوضة جميلة حلوة وبرحة واحلى من دي بكتير، فيها لعب كتير وكور بس فظيعة. ايه اللي عندك؟ طب ما تروحي يا اختي يا غدورة تقعدي فيها مدام فيها لعب. روحي. بصي يا قطة، انا عندي استعداد احرم نفسي من الجنة والله عشان خاطرك انت يا وطوط يا جميلة زماليغتي والمصحف. هو انت ما تعبتيش؟ وبعدين بقى جدي؟ وبعدين انا هقعد في الاوضه دي، انا هقعد في الاوضه دي لان انا صراحه الاوضه دي عجبتني، وانا دماغي بقى بتبقى جذبه قديمه يعني. انا بره وانا كنت في المغرب وراكب الاوتوبيس وعمال بقول للراجل قطع التذكره، وكنت رايح ده لوبا، وبعدين ورحت نزلت الشمس، وبعدين وانا كنت رايح في ايه؟ شبرا رخيمه يا بابا ست. انزل يلا، انزل يلا، العيال بيقعدوا شعبطوا على الاتوبيس دي يعني. وده بقى اللي حصل، وانا هقعد في الاوضه دي. وبعدين يا جدي؟ يا
يا ابني ما تحاولش وخاف على عمرك، لا يولع في الاوضه وانت نايم فيها زي ما عمل في زريبه عبده، والحمير جريت وهي مولعه. ما تخافيش يا ماما، انا هعرف جدي ده ساب المغرب وجي لي ان شاء الله، حتى لو حكمت اسال في السفاره. ولا سيد رمزي يا بابا، سته رمزي. اي زباله، روحي هات هات الشرط بتاعتي في البهارات. حاضر حاضر حاضر. السلام عليكم. اوعى 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 من خلقتي، وايه اللي انت بتنضف صورتك؟ انت اصلا ما بتستحماش، الصوره دي ما تحطهاليش هنا تاني، الخزنه فاضيه من يوم ما انت حطيتها لي فوقيها. ماشي يا دول. ايه يا دول انت بقى، ايه ما عملت ايه في الموضوع بتاع جدك ده؟ هو انت مالك؟ انت اساسا سبب كل المصايب اللي انا فيها دي. اه يبقى ما لقيتش سبب للموضوع ده وانا دول. ايه اللي خلى جدك يسيب المغرب ويجي هنا؟ ايه السبب؟ عرفت السبب ومش هقول لك يا رمزي. اه يبقى سبب ملهوش حل يا دولة. انت ما ينفعش ترجعه المغرب تاني؟ ولا ولا ابعد عن وشي دلوقتي خالص، ابعد عن وشي، انا مش ناقصك، اتكل على الله. يا دولة عيب يا دولة، انت هتخبى عليا يا دولة، ده انا رمزي السرجاوي. ايه رمزي السرجاوي ده؟ يعني اذا كنت انت ابن عمي يا ابني، فين السرجاوي في اسم العيله اساسا؟ لا يا دولة، ده نسبه الى عيله امي. السرجاوي ده نسبه للسرج اللي بيحطوه على ظهرك يا حمار. اه يا دولة بيدفيني والله بدل البرد اللي ناقع في جتتي ده. هو ها قول لي بقى ايه؟ مفيش يا رمزي، جدي عمل مصيبه في المغرب قبل ما يسيب المغرب. يا دي النيلة يا دي النيلة، يعني مش لاقي إلا ساعة المغربية ما يعملها بالليل. كان عايز ينام، قال أعمل مصيبة وأنام بقى على طول بعد المغرب يعني. يا دولة أنت بتقوم على قوم يا عم، أنت قصدك يعني دولة المغرب. اللهم صل على النبي، أنت عرفت دولة المغرب؟ آه يا دولة، دي دولة أوروبية معروفة. أوروبية؟ يلا أهو نص العمى ولا العمى كله. المهم يعني جدي بقى أما راح دولة المغرب الأوروبية اللي أنت بتقول عليها دي، يعني كان في ماتش هناك، راح الاستاد يتفرج على ماتش بين الزمالك والمغرب المغربي. طب هو ليه يا دولة ما تفرجش عليه في التلفزيون يعني؟ انت جاي تسأل مش انا اللي بحكي؟ انت بتتكلم ليه؟ انت تسمع وانت ساكت وخلاص. انا اللي بحكي. ماشي يا دولة، انت هتحكي دلوقتي؟ اه قول يا دولة، انا هسمع. قول يا دولة. بقولك يا دولة، تيجي نقفل البازار ونروح نقعد في القهوة نحكي؟ هتموت انت وتجيب درف وخلاص، اسمع وانت ساكت. المهم يا سيدي بقى، ما تهبب جدي وراح اتفرج على الماتش في الاستاد وما شافوش في التلفزيون. وهو في الاستاد المغرب طبعا بتلعب جامد جدا والجمهور كله جمهور مغربي. المهم راح الزمالك اتغلب يعني، فبعد تالت جون جدي سخن قوي، لان جدي اصلا كان هو زملكاوي عتيد يعني، فقال لا كده ما ينفعش، وطوبة وفي دماغ الحكم يا معلم. بس وما اكتفاش بكده، لا شوية طوب في دماغ اللعيبة ونزل عمل قلق في الملعب تحت، نزل في الملعب ملعب تحت ومسك الكرة قال ايه، عايز يجيب جون شرفي عشان يبقى 3-1 بدل 3-0. اتفضل اتفضل. المهم يعني الحرس المغربي بقى مسكوه ورحلوه من المغرب ومنعوه من دخول دولة المغرب الأوروبية تاني خالص. طيب ايه رأيك يا دولة في ان هو ممكن يعني يجي هنا هون يقعد في البازار وانت تأجر لي الأوضة اللي هي فوق السطوح دي يعني اللي جنب الفراخ، واو لما اجوع اقوم دابح فرخة واكلها، ادبح اكل ادبح اكل. استنى استنى، هو في أوضة فوق السطوح عندنا في العمارة؟ يا خبر ابيض يا دولة، ما اقولكش بقى يا عم، دي الفيلا الفيلا اللي انا بحلم بيها يا دولة طول عمري، نفسي في خلال الثلاثين سنة اللي جايين يا دولة اشتريها وامتلكها. ادعيلي يا دولة. مش هدعيلك، المهم يعني الفيلا دي اللي انت بتحكي عليها، الاوضة اللي فوق السطح، ايجارها كام يالا؟ لا لا دي حراقة يا عم. كام؟ اخلص. وصلت لعشرين جنيه دلوقتي. وصلت لعشرين جنيه؟ طب هي كانت بكام يعني قبل كده؟ لا كانت بستين جنيه دولة، بس انا ما كانش ساعتها معايا فلوس. ولا يعني هي كانت زمان رخيصة بستين جنيه ودلوقتي وصلت لعشرين جنيه، ما شاء الله. يعني فعلا الزكاوة دي مش ملهاش علاقة بالوراثة لان انت غيري طبعا يعني. انت عارف انا رمزي البيضة الاول ولا الفرخة؟ سطوح؟ سطوح اللي عايز ترمي جدك فيه؟ يا ماما هو انا هرميه منه يا ماما؟ يعني هيقعد عادي في الاوضه؟ يعني بصي اقول لك حاجه، بلاش بلاش، انا ورانيا بقى اللي هناخد الاوضه بتاعت السطوح دي، وهقدم على تليفون ان شاء الله، واول ما يخش لي التليفون اي حد عايز حاجه ما يطلعليش، يكلمني في التليفون وانا ابقى دلدل السبب. ماشي، بس بابي ما يطلعش فوق السطوح. بابي؟ ماشي يا ماما ماشي، مش هيطلع فوق السطوح. ماما انا اللي هقعد فوق السطوح انا ورانيا، خلاص ما يجراش حاجة يعني، عادي جدا، لان انا كمان اكتشفت ان الشقة دي زحمة ما تستوعبناش كلنا، فانا ورانيا هنقعد فوق السطوح خلاص. والله هتوحشني يا عادل. ايه ده، انت صدقت ولا ايه يا ماما؟ عادل بص من الاخر كده يا عادل،
انت عايز تاخد جدك تطلعه تقعده فوق السطوح اهلا وسهلا، بس ما تدخلش مامتي في الموضوع ده وما تطلبش من اي حد فينا اي خدمة في الموضوع ده. اه طبعا عشان كلكم خايفين تواجهوا جدي. لا يا خفيف، عشان انت بس اللي اتضريت، انت اللي سبت قطك، محدش فينا ساب قطه. ماشي عادي جدا، انا هقول لجدي وهواجهه. هو انا يعني هخاف؟ الحقي عادي جدك. ما حدش يقول له ان انا هنا، ما حدش يقول له ان انا جدك افرغ محتويات الاوضه كلها واصبحت هشيم. هشام؟ هشام مين اللي جاي يسكن عندنا ده راخر؟ هشام ايه؟ عادل انا جبت سيره هشام بقول لك جد. لا بقى والله بط، اتمرش فيكوا حاجه. على بقى والله بط. ايه يا جد؟ ايه في ايه؟ دي اوضه تقعدوني فيها، حرام عليكوا حرام عليكوا، ده انا كنت قاعد في قصر، حرام عليكوا. احنا برضو اللي حاطينك فيها يا جدي. دي اوضه سقفها واطي، كل ما باجي انا بحس ان سقفها يكبس على الصدر. حرام عليكوا حرام عليكوا. اه فخرجت السرير ونمت على الارض براحتك بقى. اه عشان برضك يعني الواحد يكبر المسافه بينه وبين السقف، يعني مش كل شويه يخبط في في. طب بص يا جدي، في اوضه فوق السطوح هتنفعك، هتعجبك جدا. اهم حاجه سقفها عالي، كابورليه من غير سقف وازاز كهرباء. ودي كام دي؟ اقعدي ساكته انت خالص بدل ما يطردنا من الاوضه ونترمي على السلم. ها يا جدي، ايه رايك؟ ايه رايك تيجي بقى تتفرج على الاوضه دي بنفسك؟ انا بطلعش اشوف اوض، الاوضه اللي تتزل هنا. حرام عليكوا حرام عليكوا. ماشي يا جدي، اجيبها لك تتعرف عليها، مع ان انا شايف يعني ان انتوا انت والاوضه يعني لو اتقابلتوا في حته محايده مش هنحرجها. وعيالها اللي عاملين شباب، انتوا فين؟ انت هادي انت يا بنت؟ ايه الراجل ده؟ اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بالحج، نورت السطوح والعماره والحته كلها. بصي وانا لسه ما حجتش، ما تقوليليش يا حج، بس عملت عبره يعني الحمد لله. قولي لي يا عبري. طيب يا حج يا عمري، يعني اهي الاوضه اهي حلوه وبرحه وشرحه وريحها زي الفل. ايه نشره الارصاد الجويه اللي احنا نزلنا فيها؟ مين الولاد؟ بنت مين؟ انا ام ميرفت يا اخويا. ام ميرفت؟ وميرفت عامله ايه بال؟ يا اخويا اسكت، تعبانه قوي 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 مع جوزها. وجوزها اسمه ايه؟ ابو مدحت. ومدحت عامل ايه بال؟ ايه بغلبهم، مغلبهم قوي. والناس كلها تعبانه الا انت يا بقف. اه صح صح، مرتاح انا فعلا يا جدي. وانت بقى هتبقي كل يوم يعني هتقعدي معايا هنا بقى مش كده؟ لا يا ربي يخليك، لا طبعا يا عمري، انا طبعا ليا شقه هنا في العماره، لان العماره دي كلها بتاعتنا. اه بس يعني وانت طالعه بتنشري الغسيل هتيجي تزوريني ولا ايه؟ اه طبعا، امال ايه يا عمري، امال ايه، ده الجيران لبعضها. بس انا دلوقتي بقى بنشر في بلكون شقتي لاني مش قادره لا اطلع ولا انزل، ركابي ركابي توجعاني قوي قوي قوي. طب ما دام ركبك تعباكي تعالي لي ورا ادلكهم لك. تشكر يا اخويا، الف شكر. بس انت يعني لو جايب معاك من المغرب زيت كده اسمه المنكار يبقى الف كتر خيرك، اديني حبه وانا ادلك بيهم رجلي. قوي قوي اجيبه. يا سلام، انت بس تجي لي يوم كده وانت لوحدك ما فيش حد، اديك شويه زيت يلا. تعلم المنكار. قلت يا اخويا عايزني اجي لك ليه لوحدي؟ ايه القدسه العبيطه دي مش فاهمه ياض. ده بعكسك يا ام ميرفت، ما تقلقيش. ايه يسلم بقك اللي بنقط عسل نحل. لكن اهو بص بقى يا عمري، اتفرج على الاوضه شرحه وبرحه وزي الفل. انا بقى هاجرها واخد منكم 200 جنيه في الشهر. 200 جنيه يا ام ميرفت؟ ايه 200 جنيه؟ 200 جنيه لا، مش اقل من 400 جنيه. يا جدو يا جدو، دي ب 20 جنيه. وانت مش عارف انت هسكت مين؟ مش اقل من 500 جنيه. يبقى يا حبيب قلبي نقول بقى 700. 700 جنيه مش انت اللي هتدفع؟ مين ده اللي هيدفع ياض؟ لا انت اللي هتدفع، وباخصم من الورث بقى ان شاء الله. لا علامتين طبعا يا ام ميرفت. بص يا سعادة، انا مش هقدر انزل كلام الراجل الطيب ده في الارض. اه زي ما هو قال انا هنافس، ده مش طمع مني ولا حاجه. اه لا ابدا، ده جشع مني. ايوه بس مش طمع. واخبار ميرفت ايه؟ كنت يا عمري زي ما قلت لك في الاول، تعبانه قوي 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 مع جوزها. وهي بقى ايه؟ وجوزها ده اسمه ايه؟ ابو مدحت. طب مدحت بقى عامل ايه مع ابوه؟ يا قطعت، انا بلاش خلاص، هي من سكه ولا من سكه.
طب وانت عندكم اللي هو ابو فاروق؟ عندكم ابو فاروق؟ ايوه يا اخويا عندنا ام فاروق، ده لسه راجعه من الحج ولكن حاجه حصل ولكنها حجت. وانت ركبك اخبارها ايه؟ تعباكي؟ اه والله يا عمرو تعباني قوي قوي. وانا روح الحمد لله. اه والله الحمد لله، ده لولا الاوضه اللي فوق السطوح كان زمانه دلوقتي مشاتيت في الارض. المهم ان انا قدرت احافظ على الموقع الاستراتيجي الاخير اللي موجود ليا في الشقه هنا، مع ان بابي هيبقى بعيد عني لكن مش مشكله، طالما ساكن فوق هنقدر نشوفه كل شوية. آه يعني يوم جمعة وهو رايح يصلي مثلا صلاة الجمعة. رمضانات بقى كده يعني. عارف يا عادل، أنا معجبة جدا جدا بيك في صياغة الأمور وحكمتك في تسييس الأمور. ماما ماما الحي في إيه؟ الحي أم مرفت ماسكة في جده عمالة تصور. يا خرابي ليه؟ آه دي غلطتي، إحنا حطينا يا أخوانا البنزين جنب الكبريت. اه عملت ايه يا جدي؟ كانت بتجري ورحت مسكتها دبحتها بقى قبل ما تبيض. دبحت ام مرفت؟ هي ام مرفت بتبيض؟ ام مرفت بين يا دغوف انت، الفرخه دبحتها وام مرفت قعدت تصوت، بس اكتشفت بقى قلت لها ان انت هتدفع لها 100 جنيه، 100 جنيه رخصت والله فراخ وشوف يا سلام. وايه كمان يا جدي؟ الحمير بتتجوز؟ يا حبيبتي ما بيتجوزش غير الحمير. طب ممكن تحكي لي حدوته؟ بص يا حبيبتي، انا بقرا الجورنال، ممكن احكي لك الحدوته وانا بقرا الجورنال. بلطجيان يضربان شاب على امتي راسي. ان شاء الله يجيلهم ضربه في ايديهم البلطجيه دول ويضربوا امه. ليه؟ هي عملت لهم ايه؟ انا عايز اقول لك ان وزاره الشباب والرياضه عملت احصائيه اطلعت فيها ان نسبه التعدي بالضرب على امهات الشباب وصلت 100%. امهات الشباب؟ امهات الشباب دي بقى غير الفراخ الامهات. امه راسه يعني على راسه من ورا يعني. وامه راسه به دي يا حبيبتي هي الموعظه اللي هتطلعي منها من الحدوته. ده الواد حماده امبارح ضرب ميدو على ام راسه والفصل كله سقف. وميدو قعد ساكت؟ انا لو مكان ميدو ده ما كنت سبت حقي، كنت اخد حقي لو على جثتي. ما انا ضربت شريهان ونيلي امبارح. وضربت شريهان ونيلي ليه؟ ما عرفتيش تحل الفوازير؟ ما هم ضربوني. ما هو لكل فعل رد فعل مساوي له في السرعه وموازي له في الانفعال. حاجه تعرف، حاجه تعرف، الشوارع مليانه بلطجيه وصيع ولاد الادب ومعاكسات. ايه يا سناء مالك؟ في ايه؟ مفيش حاجه، وانا جايه من عند اول الشارع وماشيه في امانه الله ومروحه بيتي، الواد ليمونه وفراوله وحرنكش ومشمش عكسوني وضايقوني. قالوا لي ايه العيال دي؟ قالوا لي ها قالوا لك ايه؟ قالوا لي تعالي احكي لي في ايه؟ قالوا لك ايه؟ قولي. يا غرابي ان شاء الله يا رب يجي له نقطه في لسانه البعيد. البعيد؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ وانا يعني عشان عامل فيها مؤدب في الحته وما اتخانقتش بقالي فتره يا عكس اختي؟ لا 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 اهدى يا عادل، اهدى يا ابني واقصر الشر عشان خاطري. ده انا هطول الشر وهروح اجيبه من قفاه الواد ده. اسمه ايه الواد ده؟ الواد اسمه مشمش. مشمش؟ مشمش وعامل لي راجل، بيقعدوا فين؟ بيقعدوا ساعات على النصر وساعات في صاله البلياردو وساعات في غز الواد ابو الروس. ماشي. انت عرفت منين؟ انا؟ ما ساعات لما ببقى جاي من المدرسه كده براقبهم، قصدي بشوفهم قاعدين في كذا حته. انا هتصرف معاهم. اسمه ايه؟ مشمش. مشمش وعامل لي فيها راجل وبيعاكس اختي. يا نهار اسوح، ده انا بقى هخليه مربت مشمش. عادل عادل عادل، ما تعورش يا ولد يا عادل، عايزك تسيطر على انفعالاتك وغرايزك يا حبيبي. انا مش هسيطر على اي انفعالات، وانا يا هم العيال دي نسيوا الايام ما كنت فورمه، انا هفرجهم. اسمه ايه؟ مشمش. مشمش عجبك كده؟ بقولك ايه يا كبير، هو الواد اللي هناك ده هو مشمش. هو ده مشمش؟ اه. ده انا اخليه برقوق ومن غير بذر كمان. طب بقولك ايه يا كبير، ما تخليه بطيخه عشان يبقى على السكين. انا هفرجك دلوقتي على محل الفكهان اللي هيفتح. انت مشمش؟ اه انا مشمش. اي خدمه؟ طب وزن لنا 2 كيلو. ويكون من غير بذر عشان ما يتقلناش الميزان. ايه؟ ايه دا؟
ده مش محقون هرمونات ولا ايه؟ دول ما بلاش نشتري من هنا خالص يعني. بلاش فاكهه خالص. يا سلام عليكم. تعالى خفيف منك. لو عايزين كام كيلو سكر قلتولي؟ حضرتك بص، مبدئيا احنا اسفين. اسفين؟ لا، انتوا تتضربوا الاول وبعد كده تتاسفوا. بص حضرتك، احنا ما عندناش مانع ان احنا نضرب، بس اهم حاجه ما تزعلش. اهم حاجه حضرتك ما تزعلش يعني. بتتريق على مش مغنص وقاعد مع ترابيس وبنش. حضرتك احنا ما قالتلناش عن الاسامي دي خالص حضرتك. يا مين دي؟ واحده ما نعرفهاش خالص حضرتك. بص انا هديك العنوان بتاعها وانت تصرف براحتك. روح انت بقى هناك كده. تعالى لي انت يا حلو. ليه؟ هبتدي بيك انت الاول. لا انا مين اللي قال؟ هبتدي بيك انت الاول، بس اسمع. يا دول الحقني يا دول. حضرتك هو ده السبب حضرتك، هو ده السبب حضرتك، لان هو قال لي ان انتوا عاكستوا اختي وانا قلت له انت مالك، دول ناس محترمين مش استحاله يعاكسوا حد ولا حاجه، وهو قال لي لا انت مش راجل ولا ايه؟ تعمل لي فيها راجل يا حضرتك. ده منظر راجل؟ ده انت هتتشقلب. ابوس ايدك، ابوس ايدك. بص انا خدامك يا باشا، انا من ايدك دي اللي ايدك دي هو اللي كان بيجوعني وعايز يقطع عيشي يا فندم، والله هو اللي قال لي تعالى. لا 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 حضرتك اقطع عيشي وبعد اذنك. بعد اذنك حضرتك. حضرتك يعني انا ما قطعتش عيشي ولا حاجه، ده انا بالعكس زودته الشهر اللي فات 5 جنيه حضرتك. كداب كداب. لا 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 اسكت. انتوا الاثنين هتروحوا على المخزن تتشقلطوا وبعد كده نخلص على بعض. انا بروح المخزن نشقلط. يلا بلاش المخزن، بلاش المخزن شقلط. معلش بس حضرتك. استنى استنى استنى. اي 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 السلام عليكم. عليكم معلم تيتي. معلم تيتي تاخد مين على المخزن يا تاخد ايه؟ تاخدنا على المخزن؟ ده انا ممكن اخدك بقى عندنا في البازار، احنطك وبيعك مع التماثيل. ايوه وممكن اكسرك زي التماثيل وبعدين اقوم لحمك وبعدين اقوم رميك في المخزن تاني. واحنا مرناش رجاله ولا ايه؟ في يا رمز، في يا جدعان. بقى يا معلم تيتي، اذا كانوا بقى هم مفكرين نفسهم فاكهه فاحنا قفاص. قفاص ايه اللي بتحط فيها الفاكهه يا دول؟ كده غلط عالزلط يا معلم تيتي، وانا مش هسيب العيال دي النهارده. روق يا مش، مش انت طرحت امتى في ايه؟ العرجوزات دي بتتمقلس عليا يا معلم تيتي، وانا مش هسيبهم وبتمقلس على الرجاله بتاعتي. بس يا معلم تيتي حضرتك في سبب يعني يا معلم تيتي، ان الفروت سلطه ده حضرتك يعني عارف عاكس اختي. الكلام ده حصل يا مشمش؟ ما انا بعكس كل يوم 30 و40 واحده يا معلم تيتي. بعدين هو مش هيتبلى عليك يعني يا مشمش؟ لازم تعتذر له ولا غلط؟ خلاص يا معلم تيتي عشان خاطرك انت اعتذر له. حقك عليا يا كابتن. ادي راسك يا بوس. شكرين قوي. انا مش قابل اعتذارك وهتتضرب يعني هتتضرب. بس يا حيوان، بس يا حيوان. يا دول علشان يتعلموا الادب بقى، وبعدين انا اللي هضربهم وكل واحد على حسب نوعه. لا يعني انا مش هسيب العيال دي النهارده يا معلم تيتي. انا اتكلمت، انا اتكلمت. وحس ربما بقى الاعتذار مرفوض، يبقى كلكم مع بعضيكم اصطفلوا مع بعض وهات لنا شاي. معلم وائل هتراهن على مين؟ ثانية واحدة قبل الرهانات وقبل أي حاجة، حضرتك يعني ما ينفعش موضوع إنك أنت تضربنا ده يعني عيب، إحنا ممكن نتخانق معاك وممكن نضربك ونبهدلك وكل حاجة، بس إحنا مش جاهزين دلوقتي، أنا كان طول الليل حضرتك كان عندي جرد في المخزن مش كده يا رمزي؟ هنعمل إيه يا؟ هيموت النهاردة. هنعمل إيه؟ هنعمل إيه؟ بعد إذنك بعد إذنك، سيب لنا بس أسبوعين يا معلم مشمش، يعني سيب لنا أسبوعين نتدرب فيهم حضرتك ونجيلك ويبقى نفس الوقت في نفس المكان بعد اسبوعين ان شاء الله، ويكون المعلم مش استوى وطلب الاكل. خلاص عرفت. ما تيجي نجري احسن يا دول. لا نجري ايه، ما فيش وقت للجهد، احنا اتفقنا معاهم بعد اسبوعين. الاسبوعين دول بقى هنعمل فيهم ايه؟ هنتدرب في الجيم. يا له شيل الوزن يا خرع. كفايه يا كابتن مش قادر. ما حدش يقول لك كفايه. انت زي ابو خرع من 40 سنه ما عرفش يشيل الوزن ده. جبت اخره يا كابتن. قوم قوم اتفضل. جبت اخري. روح العب على البتاع اللي هناك ديت. ما حدش يقول لي جبت اخري. الحق دول ده ماسك كرباج يا عم. يعني احنا بدل ما كنا نتضرب في الخناقه هنيجي نتدرب في... هنتضرب في التدريب. يلا بينا. ما حدش يتحرك في الهنا. دخول الحمام زي دخول وخروجه. حضرتك احنا هنبقى هنتكل على الله بقى، يعني احنا كنا جايين نتدرب يعني حضرتك. ما حدش يقول هنتدرب هنا إيه اللي حدد. طيب يا كابتن معصعص، يعني احنا هنتدرب امتى؟ معصعص بدلعني.
طلعنا على ما يقصدش حضرتك، حضرتك ما يقصدش ان هو يدل حضرتك، دي زلفه لسان. هو يقصد يعني يسالك احنا هنتدرب امتى بقى. انا اللي حدد، محدش يحدد. انا كابتن عصوصة حايز على الاولمبياد كلها في العظمه الذهبيه في اولمبياد بانا، محدش يقول لي امتى. حاضر، مش هنقول لك امتى. طب امتى؟ طيب يا ابني كده انت مش الاول يحصل انترفيو وبعدين تعملوا الابلكيشن. حضرتك تقصد الابلكيشن يا دولا؟ ابلكيشن ايه؟ هي اسمها الابلكيشن عشان تبقى زي الدولاب كده زيهم يا عم. انت كويس هلا، انت كويس هلا، ويجي منك هلا. طب حضرتك يعني يا كابتن انا كويس ويجي مني ولا ايه؟ قوت الكلام معاك كتير مش هجيب نتيجة. هلا حضرتك يعني انا هيجي مني ولا ايه؟ دي صورة حضرتك وانت من غير الكرباج. طيب حضرتك بالنسبة لنا يعني هنعمل ايه؟ المطلوب مننا عشان التدريب؟ حضرتك انا قبل كده اتدربت، يعني كنت بتدرب جمباز، قعدت لعبت جمباز فترة طويلة، يعني لعبت يومين مثلا بس. مرة وانا بنط من على الحصان على المرتبة ما لقيتش المرتبة فوقعت اصبت حضرتك. وانت هلا؟ انا اللي شلت المرتبه من تحتيه حضرتك. ايوه دول كنت عايز انام يا عم بقى. السؤال الثاني يا هلا، وخد بالك من السؤال الثاني عشان الحويس. ماشي حاضر حاضر حاضر. ما هي دوافع التدريب؟ حضرتك انا في عيال عكس اختي يعني حضرتك، وبعدين اتفقت معاهم ان هيبقى في خناقه بعد اسبوعين، فكان لازم ان انا اتدرب حضرتك يعني الاسبوعين دول حضرتك يعني. دوافع لا بأس بيها. حضرتك انا خطتي عباره عن ايه بقى؟ انا هخلي الخصم يقعد يضرب فيا، يضرب فيا لغايه ما يتعب، وبعد كده اقوم انا داخل منول ومنول ومنول وجايبه على الارض. محدش يحدد الخطه دي استراتيجيتي انا، محدش يحدد. العب ده حاوي يا دولا، ده حاوي. استنى 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 استنى، هيطلع نار من بقه. اصبروا تعالى. دوافع خالة. انا توافع تدريبي ان انا اتشغل عنده يعني، وهو هيطردني لو ما دخلتش مع الخناقة دي يعني حضرتك. دوافع لا بأس بيها، دوافع لا بأس بيها. ربنا يخليك يا كابتن معصص. السؤال التالي وهو صعب قوي، وهو خارج الاسئلة اللي انا كنت حاططها في الابلكاشة. مين اللي كان بيلاقي اختك هلا؟ حضرتك مش ماجنس ولمونة حرنكش. يالا كشكش فسفس وليمونه مصمص. يالا فسفس حسحس وليمونه عرنكش. دي بقت معركتي انا، انتوا الاتنين على مشمش وانا سيبني على الكابتن امله. اطحن جامد يلا، اطحن جامد عشان ده كله بقى يتحول للعضلات في الجسم عشان معاه الخناقه. دول هو الاكل الكتير ده هو اللي بيطلع عضله البطن؟ ايوه، اول ما تطلع لك عضله البطن بقى اي بنيه حد منهم يديها لك ايده توجعه يلا. الا ما بان عليكوا تمرين ولا حاجه، امال فين العضلات؟ عضلات يا ماما، العضلات دي موضه قديمه، احنا دلوقتي بنربي عصب الاول. ربي يا ربي. ماشي دول على فكره، في انا حاسس ان عضله الرجل بتاعتي بقت ضخمه قوي على فكره. كويس يلا، لان كده عضله الرجل لما تيجي تضربهم بالشلاليت يا نهار اسوح، رجلك ما جرالهاش حاجه. وكل عظم يلا، كل عظم. عادل عادل، البتاع دي انا هعمل بيها ايه؟ هعملها شوربه ولا هقلي بيها سمك بدل الدقيق؟ النبي يعني خدت معادل، اعملي طبقين كده بس حط عليهم شويه جوز الهند كده وزبيب. يا غبي غبي يلا، انت فاكرها مهلبيه يلا؟ لا ده ما بيتعملش كده خالص. بص يا ماما اعملوا لنا سندوتشات ناخده معانا واحنا رايحين الجيم. حاضر يا حبيبي. عادل يا عادل، الكالوريز اللي في الباودر ده لازم يتحرق والا هيعمل ترسبات على الكبد. خلاص يا رانيا، نبقى نبلع لهم يا دولا بقى يعني قرصين فحم كده. لا انت ابلع كميه فحم كبيره، وبص الكبريت ده خده ولعه وابلعه بعد الفحم ده يديك طاقه يالا. انا الخناقه ميعادها امتى ان شاء الله؟ في القهوه. تسالي ليه؟ عشان نيجي نتفرج او نعزي
بس مش فيكم طبعا، فيهم اكيد يعني. هتعزوا فيهم ان شاء الله قريب. يلا كلينكس كلينكس بسرعه. زورت زورت زورت. اكيد بلعت العظمه يا غبي يا غبي، قلت لك قرقشها الاول. بتتعامل مع الاكل ككلب. يلا السلام عليكم. سلام يا ياسمين. عادل عادل. ايوه ماما. خد سندوتشات البودر. كويس، عايز سندوتشات اللي يفضل نبقى ايه ناخد. يلا استنى. يلا طمني، انت خسيت ولا ايه؟ طب والعضله دي كده دي ولا بسرعه؟ اه دي زي دي، انت بتترعش ليه يلا كده؟ هايل هايل هايل، احنا وصلنا لمرحله عضليه في زمن قياسي. ده فاضل له كتير بقى، ده لسه طبعا. حضرتك يعني ايه؟ دولا انا سعاده دولا بقى، ما تخليهم يوطوا التكييف ده دولا. يا ما انا قلت لك البس بلوفر تحت الفالينه، انت ما بتسمعش الكلام. هو ده المطلوب، هو ده المطلوب كده. وصلنا لمرحله ان احنا ممكن نتضرب 8 ساعات دون اي ارهاق. حضرتك نتضرب 8 ساعات ازاي؟ هو احنا كنا بنتدرب لمده اسبوعين عشان نتضرب. دي استراتيجيتي، محدش يدخل في الاستراتيجيه بتاعتي. كابتن معسعس، انا جسمي مش حاسس بيه والله. هو ده المطلوب، هو ده المطلوب. ايوه انا الخطه اللي قبل كده الخصم يقعد يضرب 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 لحد ما يزهق، اول ما يزهق هيمشي ويسيبك. حضرتك يعني بس دي خطه عجيبه يعني. ولا خطه عجيبه ولا حاجه، دي كانت خطتي مع الكابتن امله. يفضل يضرب 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 يضرب. ايوه بس للاسف ما زهقش مني، انا اللي ضربه وافترى عليا. معلش معلش، الحمد لله الحمد لله. يعني حضرتك تفتكر يعني يا كابتن عصعوسة ان شاء الله خير يعني؟ ان شاء الله باذن الله هنسمع سمع خير، او نسمع سمع هس. طب يا كابتن معصعص، يعني انت مش جاي معانا الخناقه بكره ولا ايه؟ مين اللي يروح معاك انا؟ مين اللي يروح؟ انا ما بروحش اي حته، الكابتن هبل ممكن يفتر عليا. كابتن هبل وصل. سناء منك لله، خلي بالك من نفسك يا ياسمين. رانيا خلي بالك من ياسمين. ماما لا لا يا عادل بلاش، ما تروحش الخناقه دي، انا خايفه عليك. ما تخافيش يا ماما ما تخافيش، يعني هيحصل ايه؟ سيبيه يا ماما، سيبيه يروح ياخد لي حقي، هو مش راجل ولا ايه؟ بصي ما تستفزنيش زياده، ما انا مستفز، انا هعمل ايه؟ ما احنا رايحين نموت اهو. نقنق انا كنت عايزك يعني تفتكري اني كنت شهيد حبك يا نقنق. يا حبيبتي يا قمر، يا احلى حاجه في الدنيا كانت عندي يا رب. يا حبيبتي يا غبي يا غبي يا غبي، ما انت شايفني رايحه اتهبب اهو، رايحين نضرب العيال اللي يعني عكس اختي، انت جاي بتعكسها قدامي يا غبي. يا دوله بقى يا عم بقى يا بقى، وبتزق كمان يا دوله، وانت كل يوم يا عم تدب لك خناقه علشان اختك اتعكست يا دوله. انت كده هون يعني هتتخانق مع طوب الارض. اخرس اخرس، دول بيعكسين عشان انا مش معبراهم ولا بصلهم يا حقير زيك كده. عادل لو سمحت انا عايزه تذكار من المعركه اللي انت رايحها. تذكار يعني اجيب لك مطوه بتاعه الخصم مثلا؟ لا لا لا، انا عايزه بيس اوف الملابس بتاعه الخصم علشان افرح بانتصارات جوزي. خلاص نجيب بيس، فكرني نجيب بيس ده. حاضر دول. عادل لا استنى، انا جايه معاك عشان اشوف طاري وهو بيتاخد. يعني انت هتيجي معانا؟ هترجعي مع مين حضرتك؟ معاك. ما احنا احتمال بعد ما نخلص نطلع على القصر العيني من بره بره يعني. لا خليني احسن. على فكره نقنو انت ممكن تتفرجي عليه في التلفزيون، الخناقه هتتذاع على فكره. يلا السلام عليكم. سلام. عادل عادل بلاش يا ابني، اغزي الشيطان واقعد. خلاص يا ماما خلاص، سبق السيف العسل. طب خد الحجاب ده، خده عشان يحرسك يا حبيبي. يا ماما ماما ابقي افتكري ان عندك. يلا 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 عادل عادل. باي عادل باي. نقابل احلى اتنين شباب. بدوي بدوي بتهوي على ايه انت دلوقتي؟ واحنا لسه اتضربنا. سيبنا يا ابني سيبنا. خليه هوي يا دولا، ده انا هموت من الحر. يا ابني انت كده كده هتموت من الحر، من البرد كده كده هتموت. لحظه بقى يا معلم تيتي، رهان على مين يا باشا؟ ده اسال يا اهبل، بشمش وحرام كتر. ولا بشمش وحرام ولا بشمش وحرام. ايه دولا ده؟ هو مفيش حد خالص بيقول دولا ورمز ليه؟ ايوه يا ابني، ما الناس مش عايزه تخسر فلوسها. طب لحظه واحده دولا،
ولا حته. امورنا بكراتك. مش وحرنكش. مش وحرنكش. يا غبي يا غبي، ما عندكش ورثه ياخدوا الفلوس دي لما انت تموت يا غبي. اهلا بيكم يا رجاله، اهلا بيكم في الخناقه الكبيره، الكبيره قوي اللي الجيزه كلها هتتكلم عليها. يا نهار ابيض، يا ريتنا كنا نبقى موجودين اما الجيزه تتكلم نعرف هيقولوا ايه. كده كل الرهانات وصلت، والان تبدا المعركه. يلا يا محمدي. محمدي جاي. ايه ده ايه ده؟ دول هو مكتوب ايه؟ مكتوب الجوله الاولى والاخيره. متخافش يالا، متخافش يالا، كده كده هنموت عادي. توكلنا على الله، توكلنا على الله، توكلنا على الله، توكلنا على الله. الجوله الاولى. اعمل نفسنا مش واخدين بالنا، ماشي، كاننا بنتفرج على البحر عادي. دولا انا مش حاسس بكتفي اليمين، انا مش حاسس بحاجه خالص. يلا نط في الميه، يلا نط في الميه. لا هنغرق يا دولا. احنا كده كده هنموت. يا دولا طب خش انت. طيب يا دولا خش يا عم، ده العمر قصير قوي. دولا بس عشان تضربونا براحتكم بعد اذنك يا كابتن. دولا حد مش هموت في ايده، هموت في ايده. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. برضه يا مشمش انت وحنكش ده انتوا مسجلين خطر، وعلى فكرة المرة دي مش معاكسة، ده اعتتاق بالضرب على المواطنين. خد المعسكري على البوكس. بعد إذن حضرتك ممكن أركب البوكس؟ تفضل تفضل. يلا يا بوكس، يلا يا بوكس. انسحاب انسحاب. بنسجل ونؤرخ انسحاب مشمش وحرنكش، هو فوز تاريخي وغير متوقع وعالمي لعادل ورمزي. انقذني. ايه اللي حصل حماتي؟ خير؟ ميراث اجدادي وتراث السابقين هيروح مني. لا 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 لا، ان شاء الله مش هيروح منك ولا حاجه. هو ايه الحكايه؟ فاهميني بس بالراحه كده. لا يا دولا، ما دام هيروح منها تعالى يا عم نقفل البازار ونروح ندور عليه. اصل ينتشوه. ولا ينتشوا ايه؟ انت مالك؟ انت بتتكلم ليه اصلا؟ انت عايز تقفل البازار وخلاص؟ عايز تقفله وتقعد على تله؟ عادل عادل، الموقف بتاعي في تركيا هيضيع لو انا ما دفعتش 2000 جنيه. موقف؟ انت عندك موقف بتاع ميكروباص مثلا في تركيا؟ لا انا اللي هو الموقف لما يكون عندك فلوس واقفه وبعدين بتتفك. واقف يعني انت ليكي واقف في تركيا وعايزه 2000 جنيه. لا يا حماتي، يعني منين اجيب لك ال 2000 جنيه ده؟ حتى الطابق مكسور. ورحنا حتى بعتنا الطابق ده يتلحم. عادل عادل أرجوك يا عادل، يعني أنت بتشتغل في الحضارة وفاهمان إيه؟ أيوة أنا فاهم طبعاً يا حماتي، يعني بالنسبة للحضارة وفاهم كويس قوي إن تركيا في المشوار بتاعها قطعت مشوار كبير جداً، وأثناء ما تركيا قطعت المشوار ده عشان تحتل العالم داست على ناس كتير في المشوار. طب دولا هما كانوا راكبين إيه وهم رايحين المشوار ده؟ راكبين أتوبيس 183 يلا. اللي هو بيقف أول محطة عنده محطة الحضارة، وبعدين محطة العراقة، وبعد كده محطة الأصالة، وبعدين بيجرش بقى في محطة التراث. ده تلاقيه مكيف، ده اللي هو من 2 جنيه ونص باين. ايوه انا. بس بقى لا، انا عندي الحجه اللي تثبت الكلمانات دي. هي دي الحجه؟ ايوه. بص دي صوره. دي صوره جماعيه للعالم ولا ايه؟ دولا صوره. طب انا فين يا دولا؟ شاور عليا كده، انا مش شايفني خالص. تعالى الناحيه دي كده، تعالى الناحيه دي. بص ركز جامد، يلا ركز جامد. لا تعالى كده. طب المصوراتي فين؟ طيب ما دي الكاميرا الخفيه. يلا. بس بقى بس بقى، ده بقى بحر القزوين ولينا جزء فيه. ليكوا جزء فيه؟ ليكوا ايه مثلا؟ 3 كيلو سمك غير السلطات؟ والطحينه برضه دول بيخرجوها منه ولا ايه؟ ايوه يلا، بس بيخرجوها خام وبعدين يبعتوها على نجا حمادي يكرروها. طب وليه يكرروها دول؟ ما هي مره واحده وبعديها ينزلوا بقى بالسلطات الخضراء بقى. شتا. ولا تهزر وحمادي واقف، انت بتستهبل؟ ناسين جدا حمادي، اتفضل. ده بقى البحر الميت وبرضه لينا فيه شويه. ليكوا شويه في البحر الميت؟ ليكوا كام ميت على كده؟ يمكن دي التراب بتاعتهم دول. ولا مش معقول بجد. اسفين جدا يا حماتي، واد مش متربي وكل شويه افكره. ما تهزرش. طب بس ال- 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 الجزء اللي فيه الميه، اما بقى الجزء اللي هو الارض. انا حاسس يلا ان انا بتفرج على النشره الجويه. دول انا مش فاهم، حاول على المسلسل ده.
مسلسل ايه؟ المسلسل بتاع النشرة ده. مش معقول انتوا بتهزروا، احنا عندنا في تركيا اقله كده 200,000 مربع مكعب. 200,000 مربع مكعب؟ بص انت اللي بتهزرها يا حماتي. لا يا عادل، ده غير بقى جبل برطمان خان بتاع جده. جبل برطمان خان؟ يعني جدك الله يرحمه يعني كان هو اللي بنى الجبل ده وبعدين حطه في برطمان ولا ايه؟ اصل هو تسلقه، وبعد ما تسلقه راح حاطط العلم واعلن انه هو بقى من ممتلكاته. ايه ده ايه ده؟ طب ما انا بطلع كل يوم السلم وبتسلقه وما بعلنش ان هو من ممتلكاته ولا حاجه. انت غلطان برضه يا رمزي، لازم تعلن ان هو من ممتلكاتك يا ابني، ما دام بتطلع طالع نازل طالع نازل. ها؟ لا لازم تسجله يالا في شهر العقاري عشان تسيب حاجه لعيال عيالك زي الهانم كده. عادل ارجوك يا عادل من فضلك، انت مش هتصدق النقله الكبيره اللي هنتنقلها كلها. ارجوك سيف ماي سولجناتي. بص يا حماتي، فكره انك انت تحكمي تركيا ب 2000 جنيه دي مش وارده ومش راضيه تدخل دماغي خالص. لا ما هي ال 2000 جنيه دي انت مش علشان كده، ال 2000 جنيه دي اتعاب المحامي اللي هيخلص لي الموقف بتاعي. يا حماتي بس يعني القضايا دي عمرها ما بتكسب، وخصوصا القضايا بتاعت الوقف دي. بس لو خسرت، وطبعا مش هيحصل، انا هبقى ارجع لك الفلوس دي من المعاش بتاعي بس بقى بالتقسيط. لا 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 لا، احنا ما بنسلفش فلوسنا لحد، اسيب لنا راحتنا. فلوسنا على اساس ايه؟ ان انا وانت يعني بنحوش مع بعض ولا ايه؟ انت مال؟ طب ايه رايك بقى بالعند فيك يا رمزي، هسلفها ال 2000 جنيه. يا تري شونتي، ميرسي ميرسي يا عادل بجد. لا يا حماتي انت صدقتي ولا ايه؟ لا طبعا عادل من فضلك، انا عايزه ال 2000 جنيه دول في اسرع وقت. يا خالت مرانيا دولت مش 2000 جنيه، دولت 5000 جنيه، لما يجي لنا 2000 يبقى نديهم لك. انت بتخدمني ليه؟ بص يا رمزي ما تخدمنيش ما تخدمنيش يا ابني، انت بتدمرني بتدمرني يا رمزي. عادل ارجوك يا عادل. بص يا حماتي يعني ماشي، انا ممكن اسلفك، هسلفك 2000 جنيه بس ترجعهم لي عشان دي فلوس شغل حماتي. اوكي يا عادل، بس انا ليا بقى طلب اخير منك، انا عايزاك بقى تحضر معايا المقابله بتاعه المحامي بتاعي اللي اسمه العقر. المحامي بتاعك اسمه العقر؟ عينيا اذا كان هو العقر. اتوقيت تركيا. ليه يا سناء، معاد القهوه التركي بتاعتك ولا ايه؟ هو الديك الشركسي اللي هو التركي بيتربى في عشش ولا بيطلقوه كده؟ لا انا سمعت ان الديك الشركسي تمات وساب بقى العشش، بقت واقفه دلوقتي للفراخ البلدي. والفراخ البلدي دلوقتي قد على نار. بكره هتشوفوا انا هبقى ايه وانتوا هتبقوا ايه يا جربوعات. جربوعات مامي لعلمك بقى، تحدياتك تفتقد الواقعيه، وعشان تبقي فاهمه الحقوق المنفعيه بتتساقط مع التقاضي. مامي هو احنا بعد كده ممكن نبقى نسافر نصيف في تركيا؟ بيان سور شيري، وتصيفي على البوسفور وتستحمي بقى على البحر على البلاج، وتلعبي في الجناين بتاعت قصر بتاع جده، وتركبي الخيل بتاع جده. الخيل بتاع جده؟ خيل الله ما اجعله خيل. يا ماما انا الاوان بقى تفوي من الاسطبل اللي انت عايشه فيه وتعيشي معانا على ارض الواقع كده. حاضر يا حبيبتي. سناء وبعدين هيبقى سناء. ايوه ايوه ثانيه واحده. مساء الخير. مساء الخير. مش دي عماية 15 شقه الاستاذ عادل؟ دي عماية 15 خير 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 خير. معايا جواب للسيده مجيده يقفت يوحي من تركيا. يوحي يا نهار اسوح، متشكرين. او انت حضرتك اسمك ايه؟ يامي يدا يا رمضان. يامي يدا يا رمضان، ده ابوه بينتقم منه. متشكرين قوي يا يامي. انت يقع. الله يخليك. اديني اديني ده من الافوكا بتاعي. اولا لا اولا لي اولا لا. الافوكا الافوكا هو اسمه ايه؟ المحامي العقر. ايوه العقر. ايوه ميرسي. نشاطركم الافراح. غدا اصل على طاقيه اسطنبول القاهره ومعي مستندات ملكيه الوقف. اخيرا انا هاخد مستحقاتي. سيفيروم سيفيروم هي. ايوه طبعا يا حماتي، بس يعني مستحقاتك وحقوقك والحاجات دي يعني لازم نتاكد منها طبعا. يعني في المشمش يا ابني، في المشمش ما كانش حد غلب، ده اللي عنده بيت ملك بيلم ايجاره بالعافيه. انت هتاخدي وقف في تركيا؟ بقى الحكومه التركيه هتديكي وقف؟
يا حبيبتي الاتراك مش بالسهل كده. يا ماما امي على فكره انا بدات ارتبك، انا خايفه الموضوع يطلع بومبا وخايف علينا من الصدمه. نو يا شيري اطمني خالص، لا يمكن يكون حاجه زي كده. انا بقى لازم دلوقتي احضر نفسي للسفر، ولازم احضر شهاده الميلاد بتاعتي، ولازم احضر الباسبور. حماتي معلش يعني انا اسف، بس حضرتك يعني متهيألي ان انت محتاجه دلوقتي ترتاحي. سيبيلي الجواب ده، انا هدرسه واعمل كل حاجه، انت تخشي بس ترتاحي لغايه ما نشوف الحكايه دي ايه، صح ولا غلط ولا ايه. ها اوكي. ايه خير؟ تخيل مين قاعد بره يعني وانا نايم كده؟ هو يا ما ينفعش ان انا اتخيل، ممكن احلم لك مين اللي بره. المحامي قاعد مع مامي، والوقف طلع واقع ملموس. الوقف طلع واقع ازاي يعني؟ يلا البس عشان تشوف. قوم بقى يا عبد. حاضر حاضر. مجيدة هانم، تحياتي وتهانينا لفخامتك. اوراق الوقف اهي. ميرسي. طب انا عايزه اعرف الورث المعنوي اخباره ايه؟ معنوي؟ مش فاهم. جده كان واخد لقب اجاخان، انا بقى عايزه ارجع اللقب ده تاني. والله هم عرضوا عليا يرجعوا الطربوش فقط، انا رفضت. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. العور محمد العور يا فندم. اهلا وسهلا. حضرتك من الورثه؟ اتفضل حضرتك. حضرتك انا مش من الورثه لكن زوج احدى الوارثات يعني حضرتك. وبعدين انا اعتبر نفسي الممول الرسمي والراعي الرئيسي، يعني انا اللي بصرف على القضيه يعني بتاعت الورثه حضرتك. تشرفنا. اهلا وسهلا يا فندم. حضرتك يعني كنت عايز اسال بالنسبه للقضيه بتاعت الورث دي، يعني حضرتك لو انت ضامنها يعني الحاجات دي بقى هتيجي ازاي من تركيا يعني؟ ولو جت اصلا هنتصرف فيها ازاي؟ لا مش هنتصرف فيها، مفيش حد يتصرف في ممتلكاتات بتاعه جدودي. مامي لو سمحتي اسكتي شويه. بعد اذنك يعني، بعد اذن حضرتك، الممتلكات دي انا اعتقد ان احنا ممكن نقسمها جزئين، جزء منها نعمله متحف وناس يخشوا يتفرجوا ويدفعوا تذكره، يبقى ده فيه دخل ثابت بالنسبه للاسره. الجزء الثاني نقدر نبيعه وناخد فلوسه بقى. اوكي اوكي مفيش مال. بني دي بني دي يا عادل، لكن على شرط ما حدش خالص يمسك ولا يلمس الشمعدانات بتاعه جدودي ولا طقم السنان بتاع جده. يا جماعه يا جماعه، احلامكم حاجه والاجراءات القانونيه حاجه تانية. اللي هيحصل كالتالي: مجيدة هانم اغا خان. حضرتك يا حماتي ليه متسرعه كده؟ هو مش بيقول لك حاجه مجامله، ده اسمك الجديد احفظيه بقى، مجيدة هانم اغا خان. حضرتك هتعملي لي توكيل كامل وشامل ومتكامل. هاخد التوكيل واطلع بيه على تركيا، افور الليله في السريع واجيب الفلوس بتاعه الوقف واجي على طول. تفور ايه حضرتك؟ حضرتك محسسني يعني ان انت رايح تخلص في موبايل. سمحت ما تدخلش في مهن الاخرين عشان ما تبقاش عاقمه الامور وخيمه. عاقمه الامور؟ اسمها عاقله الامور يا ماما، انت بس بتقولي اي حاجه. رانيا رانيا، انا مش مطمن لحكايه التوكيل دي. يا مات انا عملت لك التوكيل من امبارح. الله عليكي، كده بقى كل الاوراق المطلوبه معايا. اطمني يا هاني، كلها يومين اتنين والوقف هيبقى معاك. حضرتك يا باشا مش مطمن مش كده؟ ماشي اتفضلي يا هانم، انا مجهزه بالله والله مجهزه شيك بمئة الف جنيه. تبقي تردولي لما تستلمي الوقف. ما تقليش بالعز يا جماعه بالعز. السلام عليكم. اتفضل يا استاذ. اتفضل حضرتك. اي لاف يو اي لاف يو ميت اي لاف يو ميت يا حبيبتي يا تركيا. باي. ده الموضوع بجد ولا ايه؟ والله يا ماما شكله بجد. انا قلت من الاول كان ليا نظره فيها، مجيده دي هانم هانم بنت هوانم. ابتسامتها ضحكتها مشيتها نضارتها. ما تقفريش نضارتها من العتبه اصلا. بقولك ايه، خليك معاها لغايه ما تخلص الورق دي زي مامتك برضو. طبعا طبعا يا ماما، انا هخش لها دلوقتي عشان اشوف ايه الاخبار وكده. يلا يعني. يا حبيبي يلا. خش لها بقى. يلا ربنا معاك. مين؟ أنا ابنك عادل. أنا مش مخلفة أولاد. أنا جوز بنتك عادل يعني حضرتك. افتكرتك افتكرتك، ادخل. متشكر قوي متشكر جدا يا ماما. ينفع أقول لحضرتك يا ماما ولا ما ينفعش؟ أوه عادل، أنا طول عمري وأنا بحلم إن يكون عندي ولد، بس أكيد مش بالمواصفات دي. معلش بقى يعني، هو اللي موجود يسد وخلاص يعني. وكان نفسي إنه يبقى فارس زي جده. عارفة حضرتك أنا كنت هقدم في كلية الشرطة، بس في الاختبار بتاع الشرطة وأنا بجري رجلي اتلوت، بس كنت هبقى فارس يعني.
يا حرام يا حرام. أنا العموم أنت شاب ظريف ولطيف وممكن أسمح لك أنك تبقى ابني. ربنا يخليكي. بصي أنا مش جاي أتكلم في الألفين جنيه اللي أنت واخداهم مني، يعني برغم أن أنا يعني اللي بدأت، يعني أنا البداية يعني. تري جونتي تري جونتي أديل، يعني أنت مش عاوزهم ها؟ لا طبعا، هو في حساب بين أم وابنها يعني. يا ماما أنا جاي النهاردة وخايف عليكي. من إيه يا أديل؟ يعني من المشاغل اللي هتقابليها بقى الفترة اللي جاية، مرحلة صعبة جدا، لازم هتكوني محتاجة حد يرد على الموبايلات، يرد على التليفونات الأرضية، يقابل الناس، يشوف الأوراق وكده يعني. تتصور تتصور يا أديل، أنت عمرك أطول من عمر رشيد. أنا دلوقتي حالا كنت لسه بفكر في الموضوع ده، وكنت هنزل كمان إعلان في جورنال دو جيبت. لا جورنال اللي تنزلي فيه إعلان، ما أنا هو حضرتك. على العموم يا أديل أنا مش هلاقي حد أحسن منك. ربنا يخليك يا ماما. لا أبي عادل إيه؟ قولي أخوي عادل. أنا أخوك يا ماما. والله يا أبي التأخير ده كان بسبب الزحمة، وأنا ما كنتش مع أولاد في سينما ولا حاجة خالص. لا سينما إيه وأولاد إيه، ده أنا حتى لو شفتك بعناية مش هصدق. معقولة أختي بتروح سينما؟ وروح سينما عادي يا ماما، تروحي سينما عادي. بجد؟ اه طبعا، يعني انت خلاص بقيتي شابه ومن حقك تكسبي بعض من الحريه يعني. ميرسي قوي يا ابي عادل. قلنا عادل 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 عايز اخش المجيده. ايه 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 الكلام الفارغ ده؟ اول حاجه حضرتك دلوقتي غلطتي غلطتين. اولا اسمي الاستاذ عادل مش عادل، لان انا اللي بشتغل عند مجيده هانم. ثانيا هي مجيده هانم مش مجيده. ثالثا ما ينفعش تخش يا ماما، ما ينفعش. يا سيدي نبقى نخبط قبل ما نخش. انا ما بتكلمش على التخبيط، المسائل دي كلها بتبقى بنظام. حضرتك لازم تاخدي ميعاد ونشوف لك ميعاد ونشوف هينفع تقابلك ولا لا اصلا يعني. حاضر يا عم المدير، حاضر ياسي المدير. اجي امتى؟ انت مصعبها كده ليه؟ انت بتتريق عليا ولا ايه؟ ما تيجي تشتغلي شغلتي يا ستي. الله، وانا بقبض اوانطه؟ لا 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 يا هانم، انا ما احبش حد يدخل في شغلتي. حاضر يا بيه حاضر يا بيه، اديني ميعاد وخلصني. اصبري بقى اما نشوف ميعاد، يمكن ما نلاقيش مساء ولا حاجه. اصبري. ميرسي. ما في واحد دخلت اهو بمنتهى البساطه. انت مالك واخده ميعاد بقى لها 4 اشهر؟ اصبري 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 هنشوف لك ميعاد. انا ما احبش حد يستعجلني، لا اما اجيب لك الاب. يا ام يا ام يا عم نطقت. نطقت نطقت طبعا. انت كنت فين يا ام؟ كنت في الحمام. دول في امن يروح الحمام؟ انا اسف يا فندم. شوف الناس اللي عاملين شغب دول. اتفضل. ولا حاجه. اجي امتى؟ تعالي بعد 3 اشهر واطلعي انا في الصاله شويه. خلاص يلا ما تشوحش. اوعى كده يا عم. اترش في حته ثانيه يا ام. حاضر يا فندم. ايه ده راح على فين يا حاج؟ حبيبتي وعايزه اراضيها. حبيبتك وعايزه تراضيها وداخله كده اهو بسهوله. لا يا هانم لازم تعدي على الجهاز. الجهاز يا ابني اهو. دولا جهاز ايه؟ الجهاز يا دولا اكتشف الشنطه دي. جهاز هو اللي اكتشفها؟ اه ما باينه في ايديها يا غادي. دي هديتي. ايه اللي موجود هنا اهو في الشنطه؟ هديتي لحبيبتي عبايه. جايبه لها عبايه؟ معقوله يعني؟ معقوله مجيده هانم هتلبس عبايه؟ بعد اذنك خدي العبايه بتاعتك واتكلي على الله. عادي حبيبي، ده انا امك حبيبتك. ده انا امك حبيبتك. ما ينفعش الشغل يا ماما ما فيهوش. انا امك حبيبتك. عايزه بيتي يتخرب قولي لي ده انا امك حبيبتك، لكن انا مستلم شغل يا ماما وانا المسؤول عنه يا ماما. امك. ام ام تمام يا فندم. ما اعرفش. يلا معاك. يلا يلا يا حاج. ايه يا ام؟ يا ام انا اسف يا دولا. انا اسف يا دولا؟ ام واحده معديه من عندك كده؟ امال انت ام ازاي يا غبي؟ على فين يا هاني؟ تيتي حبيبي انا رايحه اودي ماما هديه هابي فالنتاين في عيد الام. هابي فالنتاين في عيد الام في يونيو؟ عليا ده انتوا بتتعاملوا مع اذكى جهاز حد واقف قدام الاوضه دي. امال ايه؟ ها بعد اذنك اتفضلي وبطلوا تماحيك يا بيبي. بليز مفيش بيبي، انا هنا مش بيبي، انا هنا في الشغل. الشغل ما فيهوش بيبي. يا ام 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 اوكي يلا يا ام ياسمين. يلا يلا حبيبتي يلا. اه يا جماعه عيب بقى، يا جماعه عيب بقى يا اخوانا. خلوا عندكم كرامه، خلوا عندكم احترام لذات نفسيكم، يعني لازم يكون عندكم. فين كرامتكم؟ فين كرامتكم؟ عادل. ايوه يا هانم. ميرسي. الفستان جاهز؟ جاهز. الباترو
الحمام. ايوه انا قلت ايه الباص روم، انت عملت ايه؟ ايوه يا فندم جاهز ان شاء الله، وباذن الله ربنا يكرمك كده ويبقى حمام الهنا يا فندم. وادي الشبشب اهو ابو ورده، وجربته على وش الواد رمزي وكله تمام يا فندم. ميرسي. رشيته بالديتول؟ رشينا ديتول. عملت الادويه بتاعه الحشغات؟ عملناها ولا شربتها؟ يلا عملناها يا فندم. وغايه وغاكي طب. كورس كورس يا دخلة على باب الحمام. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا استاذ عقل؟ فين مجيدة؟ موجودة يا فندم. يا اهلا وسهلا، انست وشرفت ونورت والله يا وش الخير. اتفضل يا عقل باشا اتفضل. اهلا وسهلا منور. ثانية واحدة انده للهانم مجيدة هنا. مجيدة هانم بسرعة. أم اضبط الناس. مجيدة هانم اتفضلي يا مجيدة هانم. العقر باشا في انتظار سعادتك. ميرسي ميرسي. بونسوار بونسوار متر عقر بي. طمني جايب لي كام مليون معاك؟ انا جاي هانم ومعايا مليون زومبا. وزومبا تحبي تاخدي عنه زومبا الاول؟ معقوله يا فندم غيروا العمله في تركيا وبقت بالزومبا؟ دولا يبقى اديني بقى ربع زومبا مخروم اعملهم ديلي هنا. ارجوك ارجوك يا متر، يعني اشرح لي احسن من كده شويه. حاضر يا هانم. يا هانم، الحكومه التركيه اصدرت قرار بإنشاء كوبري علوي يربط ما بين إسطنبول البلد وإسطنبول العاصمة. بس خليهم يستفيدوا برضو يا فندم من تجربتنا، يعني يشوفوا مثلا الكوبري الدائري اللي بيقعد يلف ده ومحدش بينزل منه في النهاية ده هايل. لما جم يبنوا الكوبري، الكوبري عدى على الأملاك بتاعت الوقف بتاعتك، فأملاكك كلها والوقف بتاعك بقى منفعة عامة. نعم يا أخويا، منفعة عامة؟ يعني يلا خد بيتك. يعني مفيش وقف يا هاني. وانا بصراحه اتشائمت من القضيه بتاعتك دي، عشان كده انا قررت ما امسكش اي قضايا خاصه بتركيا دي، عشان حكايه البكابار اللي بيعملوها. ولعلمك بقى انا مش عايز اتعامل من القضيه دي. ولعلمك تاني بقى ارجوكم ما تروحوش تصرفوا الشيك، لان مفيش رصيد. انا كنت مستني القضيه دي، كنت مستني القضيه دي. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. فيك الله يخرب بيتك. مجيدة بقولك ايه، بقولك ايه، بشعر الاسد اللي انت عاملاه عمالي جاي الملكه انا ريمان، ما تقلعي البتاع ده. والألفين جنيه، الألفين جنيه، لا اما مش هيحصل كويس. الألفين جنيه